السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامج فتاوى الذي يأتيكم بالتعاون مع المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. استمعنا أعزائي المشاهدين أن يكون معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة فضيلة الفقيه الشيخ باهو الحسين عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. مرحبا بكم شيخنا الكريم. وبكم. كما أرحب بكم أيها السادة المشاهدون الكرام في بداية هذه الحلقة بإمكانكم التواصل معنا عبر خطوط الهواتف 45 25 32 66 45 25 32 66. كما بإمكان السادة المشاهدين المقيمين خارج البلاد أن يتواصلوا معنا عبر خدمة الواتساب وذلك عن طريق الرقم 46 86 55 44. الرقم سيظهر أمامكم بإذن الله تعالى 46 86 55 44. إذن أيها السادة المشاهدون الكرام أقترح أن نتابع الكاميرا المتجولة ثم نعود بإذن الله تعالى لنبدأ هذه الحلقة. أكثر الفقهاء يتكلمون فقهاءنا لأجل الله يتكلمون عن اللي قال تشفيق المرأة في اضطراب عليها الدورة. هذا السؤال حبذا لو عدلت عنه كتاب صغير عدل الكتاب ما لذلك عن الطهارة وعن الصلاة. راشدين تبايعوا في قضية فناقة بكرة من البن وتوهوا ساموا فيها وخرصوها رضاها لوخا ومشاهم متافقين، لكن شاهم حد قال لهم عنها ماتت. توهوا انطرحت القضية على بعض الفقهاء وقالوا عن يستولوا عنها علماء ما نهبط قضاة المنطقة. دوروا الرد إن شاء الله في هذا. هو حال من اللي رقاش يقرأ حكم يعود يعرفه ولا يطبقه، وشنو هو حكم رقاش يعود ما شاء الله تبارك الله يقرا وهو والديه ما مبتلي بهم ولا يعرفهم اللي احكامهم. ها نختار نعرف شبابنا اليوم، هذا الراجل ينصحنا ويقدم لنا نصوحه لوجه الله. الناس اللي تقيس العمره في رمضان وتم فيها لين تعدل حجه من دون ترخيص، كان هذا جايز والله ما هو جايز. تسال تسول السيد الفقيه عن رقاش قيس ذهب ولا عنده فري، يتعامل مع رقاش عنده فري لين يجبر ذاك اللي يجبر يقول ذاك اللي تجب اشراط عليه عن ذاك اللي يجبر ليه يتقاسم معاه نصه. شنو مثلا الحكم هذا كانوا جاهز ولا مو جاهز؟ انا بقي نسول الفقيه عن اشكاليه. انا رايت واحد قال لي انه حجاب قاع وهو وانا كنت معدل مسابقه وقال لي انه ذيك النولي حجب لي بالطريقه كذا مبلغ نقدي. انا ذاك الحجاب قاع ماني مقتنع به ولاني هذا، لانه هو جاء وعرض راسه قلت له والله والله ما عندك مشكله. من رايك يعني انا منين ننجح كان يلاحقني شو من ياك الفضل اللي قال لي هو. نحن هذا اللي تقريبا حد عنده شي من التجاره يبيعه، وتقريبا شنو حد الربا فيه كان عنده، وشنو حد الربح كان الربح عنده مستوى معين والله اللي يبقى يبيعه هو بيع 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 بيه. راهم علما عنهم ولا يحلف على باش شاري والله باش بايع لا يقول الثمن تو اللي بيعه هو به، وذاك توافق مع حد يجبر ربح النص ويجبر الثلث ويجبر الربع، مو معنى بربح ما معين كان الربا شنو المحدد في الربح يقعد ربا والله ما هو ربا. نحن الشباب وفي بعض الاحيان نكون في صلاه لاعبي كره القدم يكون البعض منا يلبس ثيابا عليها الصليب، هل يا ترى يجوز اذا حان وقت الصلاه ان نصلي بتلك الثياب ام لا؟ اختار الفقيه يتكلمنا عن الطريقة اللي يتفادى بها الشباب الغلو والتطرف والانحراف. يعني عم سؤالي يعني دائما تشري وتسا من عند واحد تشريها من عنده كي 1,200,000 ولا تعطيه فضلته حالا وتمشي انت تتقرها وتبيعها 1,400,000، شنو هو يعود ما هو عالم عنك ما شريت تتقرها. اي واحد هاي اشكالية. اي الاخرى تخلي وتا عند رقاش يبيعها ويعود تقول له عنه لا يبيعها، لا بد له هو يجبر من نسبه معينه، من يجبر ذيك التسعيره اللي قلت له انت عنه يبيعها بها، يابي يبيعها بها دون ما حد انه ما يجبر ذيك التسعيره اللي دور هو. هذا شنو هو؟ السؤال الاخر
كان خارجين واحدين تجيب لهم الفضه تعطيهم الفضه يشقلوها لك يقبوها يشقلوها لك يشقلوها يحدوا لك تسعيره حاله يقول لك مثلا في 100,000 ربحوك عليها لين ربحوك عليها 3,000 للشهر كان دوارك ربا ولا ما ربا. مرحبا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، كانت هذه اسئله الكاميرا المتجوله والتي سنجيب عليها باذن الله تعالى بعد قليل. شيخنا الكريم في 10 دقائق لو تحدثنا عن المنهج السليم الذي لا ينجو المسلم الا باتباعه الا وهو الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الصراط المستقيم في 10 دقائق. الصراط المستقيم ممر دقيق بين السيئتين، ولذا كان الانحراف عنه دائرا بين امرين، الغلو في جانب والتقصير في جانب. اذن الحسنه بين السيئتين، سيئه الافراط وسيئه التفريط، به اللي الشيطان يلغم اللسان عنه يهبط الى ما عدا الاعمال ما الخير. المنين يغلبوا فيك يقوم يتبارك معاه كانوا يزيد كانوا يقيس الغلو. وراه وعد الشيطان يسوى عليه هي خطتين يجبر. يعني نقول الفقهاء فان غفل بخطتين سبع وباحداهما قنع. لان الصراط المستقيم ممر دقيق بين السيئتين. وهذه انحراف عنه على يسر والله على يسر. لان حتى معيه يتم سالك باللي وراسه راس الصراط المستقيم بيد العبد وراس الاخر ومسرود الجنه والخير والنعيم المقيم. ما يتم كاردو لا يعقب يوصل. وهذا الصراط من ينحرف عنه له لا يقيس التفريط، من ينحرف عنه له لا يقيس التقصير، من ينحرف عنه له لا يقيس الغلو، من ينحرف عنه لا يقيس التقصير كذلك. إذن هو مر دقيق بين السيئتين، ولذا كان الانحراف عنه دائرا بين امرين، الغلو والتقصير، وكذلك من ناحيه الاقتار والتبذير. من يسيس الانفاق يحول قدام سيئتين، احدى سيئتين، واحدة عن سر هذا، واحدة عن سر هذا. ومنين يقيس الاعتقاد؟ لا يعود سر هذا عنده الغلو في الاعتقاد. هذا عنده تقصير في الاعتقاد. إذن عادت الشريعة وسط، جاءت في الاعتقاد وجابت فيه الكسب. الكسب بين السيئتين، بين ما هو جبر، ليس قولا بالجبر وليس قولا بالإرجاء. إذا عنه الجبر نسبة إلى الجبرية والإرجاء بالنسبة للمرجئة. المرجئة نعم. هذا مشوا وقاس الكسب يسلك من سيئتي. طبعا هذه فرق. هذه فرق يسلك من سيئتي. إذا هو هذا عاد هو الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم والضالين هم واحدة منهم شعور الإفراط وواحدة شعور التفريط. واحد شعور التقصير وواحد شعور الغلو. إذا هو الصراط المستقيم ممر دقيق بين السيئتين. وهذا الصراط حتى يتم على وسطه يتم هناك مزالق الشهوات. وذيك مزالق الشهوات هي معترك السيئات والمكفرات لين الممات. الشهوات تمشي به شعور المعاصي غير بعد الله فوق ظهر الصراط المستقيم. ما تحركوا عنه. ولكن هذا الصراط بحافتيه المخترعات والمحدثات. كما انه عن زر الافراط الغلو والفر كذلك عن زر الفرق المتشعبه التي افترقت عليها الامه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم خط مستقيمه وخط بجانبه خطوط. قالوا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عنكم.
تفرق بكم عن سبيلي. وذيك الطرق ما هي متكول على راسها، كلها على باب واحد منها، كل على بابهم، على باب محدثة داعية زين وجهه وتسبيحه طويل ولحيته طويلة، واللي يرى عن السلامة وعن الخير منحصر في ذيك المحدثة اللي تيله هو، ولكن حد مشمعه ما تلا يعرفك أن يرجع للصراط المستقيم، والله ما رجع، ولا يعرفك أن يرجع له عكس السير، كان ماشي له غالب شو طريقه وجه ما يعرفك أن هي يعكس السير به اللي ما يعرف. إذن هذا الصراط هو في جواب سيد هذا اللي قال عن شنو اللي سلك هذا الشباب من الغلو والأحد فيه، يسلكه من الصراط المستقيم، ومعرفته هو ما قد يعدل ما يعرفه، ولا يغلط ويخطأ، ولا يخطأ خطأه متين إلى عاد خطأه، والخطأ إما في الحكم وإما في تصور الشيء المحكوم عليه. يقولوا المناطق أن تصوروا وتصديقوا، أن تصور تنقال التحقيق، أنا معرفة الحقيقة على ما هي عليه، وحد أخطأ في الحكم يقد يهتدئ بلي يجبر نص يهديه، وحد أخطأ في التصور ما تلي يستهدفه، حد أخطأ ما تصور، ومن ذلك مثلا تقريبا حد يبارك الشيء ويسميه بغير اسمه، يسمي الأشياء بالجهاد ويقبض آيات الجهاد ويديرهم عليه، يسميها باسم الجهاد وهي ما هي الجهاد، يسميها باسم السنة وهي ما هي السنة. إذا حد أخطأ في تصور الحقيقة ما تبغى على هينتها، ما تلي يهتدى بالأدلة كانوا عاد فيلو مثلا، حد يبغى رقاته تقريبا وقال ذلك الدار ينقال على الكعبة أثركم مثلا، قال إيه ينقالوا الكعبة، وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام، وقال هو اللي وجهك يسطر المسجد الحرام وحرم شور شيء تفرق، وما الآيات كامل وارد على الكعبة، ما في ما توحد عليه تقول له هي ما هي وارد على الفرق، يغير يرطو يصور الحقيقة عن الكعبة ما هي فرق، ويا جاء وعد وقال هذا، وهذا هو اللي دخلت أي خطأ تصور، ما الشباب ما قرأ لأن عرف حقيقة الأشياء ودال عليها أدلة الشرعية. طيب الشيخ لهنا بدورك في الإجابة على الأسئلة، ياك ما يداه من الوقت. أسئلة الكاميرا المتجولة، طبعا سنجيب بإذن الله تعالى على أسئلة المشاهدين الكرام خارج البلد عن طريق الواتساب بإذن الله تعالى. المشاهد الأول اذكر قضية التلفيق بالنسبة للمرأة فيما يتعلق باضطراب الدورة. التلفيق يخلق الاعلانات وغالبا عن مرض، ولكن لما حد المواعدة في سن الحيض تملك اللي شفرت من الأيام اللي يقولون الفقهاء الأيام الحمر الأيام في الدم تحسبها، وذاك من شفرت الأيام ما فيها مدة ما تحسبه، إذا توفي عادتها بالتلفيق بالعد من الأيام اللي يقولوا الفقهاء الأيام الحمر، ودير عليهم أيامها أيام عادتها واستظهارها، ومن يفه رأى لك التصغير مستحاضة، لكن اللي شفرت لا حكم له، ما يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الجماع، ما يمنع شيء. إذا والتلفيق لا شيء دخل بينات وشيء من الآن عادي معروف، إذا أنت معروف عن غير مدة سبعة أيام، لكنهم اللي شاك يقولوا له فقهاء أحمر لكن نهار عدوا، يعني أتصل نعرفهم يوصلك والله خير تمني يجي من نهار يعبدوا خايفين لا ينسى وينات، ولكن اللي أيام بيض ما تعدوا. طيب السؤال الثاني ذكر عليهم في شخصين تبايعوا في ناقة ومشاو عنها، يا غير جاهم رقاش وقال لهم انها ماتت، من دراي شنو حكم هنا الناقة دي؟ لكن اللي شراها كان عنده ماتت وعرفها هو، قاعد ما شاف حد يخبر به شيء، ناقته اشتراها وماتت، مع انه حد يخبره فيها قاعد كان هو راكبها وطاحت ماتت، وماتت اذا ما انه حد يخبره، اذا لكن خبره ما فات تبيعوا فيه، ما فهم نزاع، ما هي ماتت نزاع، لكن يعرف عنها ناقته وماتت، ليش الاخر يقول انا ماتت ما ماتت ما تسابق نتبيعه، تعرض للبيع شفته، لكن الوقت ما هي ميتة، لو كانت ميتة ما يشريها، ما يشريها صح، ما يشريها، والأخرى لو كانت ناقته ميتة ما يبيعها راجع فيها وتم ما يعرف أن ناقته ماتت، لأن هذا ما هو استشكال، الناقة شراها صحيحة اللي قاعد أقتلها يقول عود برك
جات طاح عليه بعض ومات. طيب سؤال المشاهد الآخر، ذكر عن أن إذا كان الشخص يعرف الأحكام لكنه لا يطبق هذه الأحكام في نفسه، ما الحكم؟ ما الحكم؟ فاسق هو، فاسق أدار لكم لا يطبق. هذا فاسق؟ لا فاسق، معاصي وهذا. طيب السؤال الثاني، حد لا يعامل الوالدين بما ينبغي معاملة صحيحة، هذا عاق، هذا عاق، ما يخالف والديه في ما يعامل من عمل العادي، إذا عنه عاق، والعقوق ما يستدل عن حكم، معروف عنه من الموبقات. نعم. طيب هذه الأشخاص اللي يمشوا في العمرة ويختفى وياك بغرض أداء الحج، وهذا طبعا فيه تحايل لأنه وفيه تصريح وفيه أشياء، درى كان ذا جائز ولا موجود؟ لك ساعة كنت تماتي وهقع على القضية، جيت في رمضان أنا ما قطيت حجيت، أردت نختار صيفين تسع فيها تحوي شرعي. جيت عبد الله اللي بيسه قال أنت ما واجب عليك الحج، أنا ما أدر حد يتبرع لي به الجواب، وقفت خممت ما اللي يقوله هي هاي مكة سواء في العاكف هو البعد وانت تختفي في كل ليلة يقول السلطان وانت مالك معدى المعصية، ما هم انك جاءوا لك الشهر الحج في مكة تحاني تأدي الحج هاي وقت جريمتك، هاي قلت جريمة قانونية ولا مش مدينة شرعية. طيب أسئلة المشاهدين هون عبر الواتساب، السلام عليكم ورحمة الله، الأخ من إسبانيا، ما حكم من تزوجت برجل واكتشفت أنه عقيم واحتمال الإنجاب عنده ضئيل، وطبعا هي تزوجت بها أكثر من 15 عام، هل يجوز لها طلب الطلاق؟ جزاكم الله خيرا. طلاق جائز طلبه لضرر بين، وهذا من الضرر البين، هي من عاد قد تطلبه له مثلا تقريبا بأسر النفقة، النفقة قد يعطيها لأبوها وقد يعطيها لأخوه وقد يعطيها لشغلته، إذا عن هذا عنه لا أرى إلا أنه من الضرر البين اللي يجوز الطلب الطلاق له. يبقى لك احتمالات العدد فيه، إذا كان حقيقة والله لا والله كان يقول حوص عياب يكذبوا، يكذب الفحص، ما يكذب الطبيب ولا يكذب الفحص، إذا هي جائزة له، جائزة لطلب الطلاق إذا تحققت هكذاك، والله أنت وأنا قوي وعدته من مخبرين ولا أخلاق. طيب الأخ المشاهد من الكاميرون كما ذكر، دائما قال أنهم عندهم مشكلة الضرائب، كل فترة يأتيهم قال كنترول تفتيش وينتهي الأمر طبعا بالتصالح، يا غير يعطوهم مبلغ معين يندار لهم في التواغب، ومبلغ آخر يعطوه لهذه الجماعة عليه يكانهم يفتصلوا معهم. طبعا هي يسأل كان ذا جائز ولا ما هو جائز، كان هي رشوة ولا ما هي رشوة، هو رشوة من تعود مثلا تقريبا اللي قابل من تعطي شيء الدور تسلك به من الظلم، تعود هذا ما هو رشوة في حق الدافع، وإن كان رشوة في حق المدفوع له، ومن تعود أنت اللي كاره إياك يعطيك شيء أكثر من حقك والله كذلك، ولا يعود رشوة منك منكم ولا هنا، إذا الرشوة قد تكون من الآخر ومن الدافع، وقد تكون من أحدهما، هذه دورة ليس لك راسه يجبر حقه، لكن اللي أعطى مدارات وهي تعود عواجب عليه. من يعتشي ياكي يجبر له بحق ما هو يكون رشوة في حقه وحق صاحبه. طيب لين قبل اتصال وبعدين نرجو إن شاء الله تعالى، تفضل أخ المشاهد، تفضل بسرعة أخ الكريم. حياك الله وحي الشيخ، حياكم الله، تفضل. عن التفسير الله يتفضل. السؤال الأول، أحد الجار المسيد ولا يسووا صفوفهم كانوا السؤال الثاني، لا لا أعطينا السؤال الأول لو تكرمت ما سمعنا. السؤال الأول إذا حد أحلام سي حد أحلام سي قالوا حد أحلام سي أيوة ونسيد جماعة ما تسوي الصعوبة وقال هذا مرات وبس حسنا كم يمشي عنه ويقيس عنه نسيد أخر. أيوة السؤال الثاني، السؤال الثاني، حد عنده بوتيك يشتغل كامل بوتيك وناخد البوتيك ولا تشتري عنده هاي التلفون بعشر سباب يقول لك انك اشتريته عنده 20 ألف كانك يجوز لك انك تشتغل معه. واضح، شكرا لك. لا سؤال الاخر،
فيما يخص التطرف، شواف الشباب اليوم، شاف الشباب اليوم ما هو قاري سريعة ولا شاف مش معاه، ما يعرف قاعد شنو نصيحة الشيخ. كان الإنسان يقرأ يشوف مثلا الدعاة ويسمع حد من الخلق، كان حد يقرأ يعرف العلماء فهموا إنه من البيعة اللي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب شكرا لك أخي الكريم، تسمع إن شاء الله الإجابة بإذن الله تعالى. شكرا لك على الاتصال. الأخ المشاهد من جمهورية السنغال يقول عبد الله، يقول هل يجوز أن نشترط هذا الشرط لا سابقة ولا لاحقة، وحد نشترط عليه كانوا قاعد يلطوا يتزوج من ذاك الرجال اللي شرطوا عليه والله. عبد الله سؤالك مثلا تقريبا هو شرط جائز، هذا الشرط من تعود فيه لا سابع جائز بعطيه اللي مد المساعدة كلها عند خيمة له وجاو كانوا يعد العقد كله قد شرط تتشرط أنا ما ترحل والله ما تمشي عنه لها ويقبل هو وراه انعقد عليه ذاك الشرط ذاك، كون هذا يمنعه من الزواج ممكن ما يبنو مندوب الوفاء به، مندوب الوفاء به، مندوب الوفاء به، ولكن خارج سيعدلوه الموريتانية يقولوا فإن فعل فأمرها بيدها. يقول يا حبيبي يعود إلى عدة فيها بده يقول له شيء، يقول أنا زوجت ترضى أي والله ما ترضى، والله ما ترضى. طيب نستقبل مشاهد آخر، تفضلوا أخ كريم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حياكم الله. حياك الله تفضل. كيف عندي سؤال من خينا طفل الفقي صالح الدعاء. تفضل بالسؤال. عندي السؤال يعني رجاج الشيط قال كيف رجاج الترانزيتير كانوا محصل حصيلة كانوا يجوز له يحج منها. هو طبعا اللي يكسب كسبه طيب ما عنده مشكلة. والله اصلا ما اعرف كي تقريبا كنت يكون سينير والله انت يقول لك انا اعطيك مبلغ ما هو كذا وتوخوا هالي وتقريبا مليون و200 وياخذ الموافقه على اذا كان يجوز له الحجز ولا لا. والله ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى. شكرا لك كريم، شكرا لك. إذا الأخ المشاهد من جمهورية السنغال سؤال الآخر أذكر عليه راجل يسألوا فيها رمضان من شهرين من رمضان من عام 2009 وكان مريض ولم يقضى حتى الآن، ماذا يفعل؟ لا كان متواصل إليه المرض ما عليش الوقت اللي برا ولا برا وفرط وجاء رمضان ما قضى ذاك القد يقضي في ذاك الزمنية فدي كفارة صغرى وهي مدة عن كل النهار. طيب الأخ من ساحل العاج، السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم. سؤالي عن حكم من نسي الاستنشاق وتذكره أثناء الوضوء، هل يستنشق في اللحظة التي تذكره فيها أم لا؟ سنن السنن حد ذكرهم خلف شي واجب خليهم لين بوتي حذرهم هذا وخارج السنن ما ينعاد به اللي يودي التكرير ومنهم رد مسح الرأس حد نسمه مسح الرأس وذكره ما يرجع له به اللي ذاك الله يعدل تكرير للواجب يعني مسح على رأسه مرتين ذاك ما هم السن له الاستنشاق والاستنزار زادهم فيهم أحد ما يقدر يعدل ما عدل لأخر ولا يعيش تكرير. طيب نستقبل المشاهد، تفضلوا. تفضل أخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، معكم محمد بن زرعت هو. أهلا وسهلا تفضل. سلم على الشيخ الفاضل. الحسن صالح الدعاء كنالي. وأنا لا نسوي على هذا البعض منا. بعض منا هون في السوق اللي يعود وقاف مثلا مع حد. يعود وقاف ويعود يبيع مثلا البضاعة بأكثر من يا كان بحوش يا كان لا بجايز. بدون علمه هو يبيع البضاعة ما سمعناه يبيعها بأكثر من السوق لا تربح هو بدون علمه
ولا البوتيك مثلا. اقنعت استاذ. هو يبيع البضاعة بثمن أكبر من قيمتها؟ نعم، هو ذاك، هو ذاك، نعم. راني مسلم عليك حتى ومسلم على الشيخ وأخوي مصطلح الدعوات. عليكم السلام، شكرا لك الأخ الكريم، اسمع إن شاء الله الإجابة. اسمع الإجابة بإذن الله تعالى، شكرا على الاتصال. الأخ من ساحل العيش، السلام عليكم ورحمة الله. ذكر شنو سؤاله، هو الحد بين المغرب والعشاء. قال على أنهم البعض قال لهم 20 دقيقة والبعض قال لهم 15 دقيقة. والبعض قال لهم 45 دقيقة. أيهم يلتعود؟ هو الفاصل بين المغرب والعشاء، المدة الزمنية. لا لا، العشاء والمغرب. بعد منين يغيب الشفق؟ والشفق تنقال للحمراء. وإذا حمراء لا تنتهي أهل عنها حد بعد صلى ورا ساعة صلاته صحيحة. بسبب ذلك ماني وغارش عليها. بدي وسيدي قلت قطيت اختبرت الزمن أنا في تيرس ديك الساعة مدة شهر مضيت في تيرس. وعندي وقاتين خلصوا، والقدر اللي تروح فيه الشمس يغيب فيه الشفق على وحدات 57 دقيقة. هذاك الزمن قد ما هو كل زمن الطريق، لأن حد يخلص لين تغيب الحمراء، وبعد ساعة بعد حصل فيها ساعة حتصلي فيها ما عندهم مشكلة صحيح. طيب أدخل الوقت. استقبل مشاهد، تفضلوا. أخ كريم تفضل. معك، تفضل أخ كريم. ايوه حياكم الله، سمعتني. حياك الله، تفضل اخ كريم. بسرعه خير. الو. الحمد لله رب العالمين. استاذ انا اللي عندي سؤال، وانا بغيت اطرح لك وتشوف. ايوه تفضل. جاوبنا عليه الشيخ. انا قاعد طلبت له ولا تخيمت لانه انا تبغى تجيب اهل فترة الصيف. طلبته؟ ما اسمع. طلبت له أم مولات خيمة تو قالت لنا تقعد تلحق أهله وتو فترة زمنية شوي. يا الزوجة طلبت شنو؟ لو تكرمت رفعنا الصوت. شهادياتنا ما تسمعش. طلبت مني ومشي شراها لي شوي فترة زمنية مو صيف. أيوة. ومنين قضيت فيك الفترة ذيك تلفن علينا ترجع له قالت له ما يراجع. اذا شنو مناسبها؟ طيب واضح، شكرا لك كريم، تسمع ان شاء الله الاجابه باذن الله تعالى. شيخنا الاخ من ساحل العايش، السلام عليكم ورحمه الله. رجل تكلم هو وزوجته على ثياب الابناء وقال لها انها تترك له مكانه، وقالت له بانها لا يتمشي، انها ما هي ماشيه الا اذا طلقها، وقال لها عليك بالثلاث والبت، فهل له حل؟ ها من تزوج، من فادتها تزوج وطلق هاك الزوج الثاني يعني ورانه فاتمة السبب طيب. باين. هي باين، هي مثلا باين باين، هي مبتوتة. مبتوتة. لا تحل إلا بعد زوجي بشروط. هاي الطريقة اللي قال فيها، هي مبتوتة أصبحت. هي مبتوتة قال هو. طيب الأخت من إسبانيا، أنا سيدة أقيم في أوروبا وأنوي الحج بإذن الله، هل يجوز ذلك بدون محرم؟ أعيش مع ابنتي. قالت إن تعيش مع بنتها في أوروبا، وكانت قلت حج مع ما معها محرم. وفي أوروبا معها محرم؟ هي حد أنا في أوروبا معها محرم؟ الله أعلم. صفة سكنت فيها في أوروبا معها محرم، قد حقاً ما نعرفها. الحج لا بد من المحرم، ولا حد بعد ما كان حد كان في الخلع يعطي ما كتب. طيب نستقبل المشاهد، تفضلوا. اخ كريم تفضل. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسحاق مش اسحاق وين الخير؟ اهلا وسهلا، تفضل. ليس ولي الشيخ، اي مساله شاك لنا، حتى نحن طلبه العلم شاك لنا. شفت دائما انت الامام فات كيف مثلا المغرب بعد صلاه مثلا العشاء. سامعني؟ والله سامعك، تفضل. ترى الامام صلاه العشاء كي مثلا يصلي ركعتين يبقاوا الناس ركعه سنتين، لحقته ركع في ركعه مثلا الثالثه لحقته ركع فيها فاتت، كي مثلا انا ما هو ترى هو السوره هو ركعه بعد سريه لحقته راكع فيها وركعت، ومن ذاك كان يتركع ما يتامى والله، كان ذيك ركعه تنحسب والله ما تحسب، لاني انا ما قريت فيها شيء لا حقت لها ركعه
واضح والله واضح. تسمع ان شاء الله الاجابه، تسمع ان شاء الله الاجابه. شكرا الاخ الكريم، شكرا لك. طيب شيخنا سلسله الكاميرا المتجوله ذكر على انه يمشي ينقب عن الذهب وجهاز تنقيب عن الذهب ما هو عنده، يجبر شخص اخر عنده هذا الجهاز ويقول له طيب لهنا ما عندك جهازك نقب به غير في المقابل لهنا تقاسم ذاك اللي تجبر، يعني كان هذا جائز ولا مو جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا وهذه قضية الذهب قبل الشهرة كنا جماعة في المجلس وهي الناس طاحت في قاع ما هي مسولة والأقوال في الشركة ياسة شمنا في المذهب وش خارجه قررنا عنا سكت عن الناس اللي انتج بها الشباب قاعدة تسولية فات بردت عنها شوي حرة يعني ما نتكلم في قضيته به لي ما نقدم ونحرم رواية عندها قول في المذهب عايش فيها حد جاي جاعة نتكلم فيه نفوت إن شاء الله الناس تجبر منه ياسر وصيب أخلاقها تدور عدد. طيب ذكر على أنه هو شاب سؤاله أنه كان عدى امتحان وجبر قال أنه حجاب وقال له يحجب له إياك ينجح إلى عدله يعطي الشيء. الشاب اللي هو وسوس له هذا قال أنه لا ينجح، من رأي كان هو قد يعطي الشيء ولا ما يعطي؟ أنا قال ما أعرف بل سمعته قال عنه وما مقتنع به. هو قال ما مقتنع عدل. إذا هو الحجاب حد حجب الحد بالقرآن العلي على جعلي ما طه الشيء حال هذا شايف من أي شخص يقول يسأل لك من هذا من هذا كون صفوة حجابه بالقرآن والله ما هو القرآن حجاب كان حجابه جاهز وكان عقدت عليه البيع ولا ما عقد ذاك ما نعرف هو يعرف لأنه حجابه له مقتنع به ما هو مقتنع به. طيب لنستقبل مشاهد تفضلوا. أخ كريم تفضل. السلام عليكم. تفضل بسرعة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بن مين محمد غالي. تفضل ارفع الصوت لو تكرمت. مرحبا. في سؤال عندي محل ودائما فيه يجيني زبون ولا عندي بضاعة ناخذ منه هو وبعدين يجي يبغى البضاعة من ذاك كان هاي يجوز. انت يجيك الزبون ما سمعنا حتى. في ايضا سؤال عن لو تكرمت الاول. حد عنده استاذ موريتاني يعني سؤالك الاول لو تكرمت. شو السؤال شو الخارج وعاد الوحدة ايضا يجيك اللي في موريتاني ما هي حاسبش. يعني سيلتك لو تكرمت ما هي واضحة عني. السؤال الأول ما سمعناه، السؤال الثاني أنت عندك أسرة هون في موريتانيا وعندك أسرة خارج موريتانيا ذاك الأخر شنو ما سمعنا؟ نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. قلت لك سؤالي الثاني حد متأثر بحد موريتاني. أيوة. وإحنا دائما الخارج يعني من رأيك كان يجود الحد يعدل وحده في الخارج بدون قبول يعني من هاي اللي في موريتانيا. والله تسمع ان شاء الله الاجابه. شكرا لك. اهلا مرحبا. شكرا لك. بغير علمي زوجتي الاولى. شيخنا السؤال الاخر ذكر على ان الربح من رأي حد الربح هذا كان فيه ربا والله ما فيه ربا. الربح اللي هو المبيع جايز على اساس متوفر شروطه هو جايز تحديد الربح ما هو مثلا ذاك اللي ما فيه لكن يسوع قال له ذاك الشاري به يسوع ما قال له ما هو خارج صفه واحده يقولوا انا ندورك تبيع لي نزيدك على ذاك اللي شاري به كذا هذا مين يزيد عليه هذا يقعد غشه نزيدني اقول له نزيدك كل 100 كذا لكن مثلا تقريبا لابد يبين له في ذاك اللي قالوا المرابح. طيب هذا الشاب سؤاله ذكر عنهم يعودوا في متابعين الرياضه ويعودوا لابسين ثياب عليها الصليب يلحق وقت الصلاه كانوا قد يصلوا فيك ثياب ولا ما يقدروا؟ قد يصلوا قد ما يعتقد فيها كراهيه قاعد مين يعود طاهر صوره الصليب ما تفسرش تقعد ما يدي بها حتى. طيب طريقه تفادي الغلو هذا ذكرناه صراط مستقيم حديثنا عنه.
الاخ المشاهد ذكر عن حد يشتري سياره من عند حد بمبلغ معين 1,200,000 قال ولا يعطيه الفضة ويمشي ذاك الشاري يتقر ذيك الوتة اياك يبيعها بدون علم طبعا اللي شاري من عند وصله، الصيغه جائزه ولا ما هي جائزه؟ الصيغه ما فيها شيء محرم، هو باعها له اذا نحن عقد البيع بيناتهم انه عندك تفضل عادي سالها له حاله لما يقولوا اجل تحمل عليه حلو وحاط له هو ضامن فيه لا خسرت يقع قد يمشي لا يبيعه وتخبط سيارة لكن لا سيارته ولا باعه وشار فيه شيء وباعه يعتله. طيب سؤال الاخر المتعلق بذكر اعلن حد يخلي سياره عند حد يبيعها له ويقول له السعر اللي يعطيه يبيعها به يا غير ذاك الشخص المخلي عنده لو داله من هامش اياك يجبر هو شيء منين يجي حد اللي يشتري السياره ويلحق فيها المبلغ اللي محدد مولاها ما يبيع لانه هو يدور شيء فوق ذاك نظرك هذا جائز ولا هو اصلا يعطيه يقول له انا السياره اللي نبيعها لك واعطيني منها نسبه كذا 10% اعطاه من راس المال كونه هو حان يقبل شيء فوق ذاك ذاك عاد خيانه ما في يتواصل ذاك ما يتواصل ما يتواصل ما يتواصل اللي هو قال له بيع هذه مليون ذاك سمعته ما يتواسى يكون إذا قال هو أنه شراها وطال فضل قال هو شراها ومكله قال أنه بيعها قام هو بيعها الراس. طيب استقبل المشاهد تفضلوا أخ كريم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم تفضل. وش حالك أنت بس؟ الحمد لله يا رب العالمين ما شاء الله. شلون يطرح البقية؟ الله يتفضل. هذا الناس اللي يعودوا في الحرم المكي يعودوا عليه عيد 10 يعودوا؟ عدوا في الحرم قاعد على عشرة زلم حد يطوف بيهم. من رأيك كان هناك طواف شاذي هو اللي يطوف بيهم وشاذي هو نفس الوقت والله يقاس على الحملي. في منع ازاي؟ واضح؟ وش عدم الاجزاء ضرب شيخ بيهم؟ اذا كان ما يجزي. طيب ان شاء الله تعالى شكرا للاخ الكريم تسمع ان شاء الله الاجابه باذن الله تعالى. شاهد اخر تفضلوا. تفضلوا بسرعه. نعم تفضل تفضل. ايش حالك؟ اهلا وسهلا ما شاء الله تفضل اخ الكريم. لا سؤال كان الو تفضل. اخ الكريم تفضل اطرح سؤالك. الو تفضل اطرح سؤال. انا نعم قلت له كان امام فيها مسجد امام مسجد يقول عن ما تابع انا ما هو تابع لي مسجد شمس وراه وياه ما هو تابع اي مذهب وسؤال اخر. الو سؤال اخر. والله تفضل. الو واصل واصل. إمام ما ادري كان احد مسافر احد مسافر جاء المدينه والله قريه هو مسافر وصلي بالناس الجمعه كان لك صحابه. واضح تسمع ان شاء الله الاجابه. شكرا لك الاخ الكريم شكرا على الاجابه. شاهد اخر تفضلوا. تفضلوا بسرعه لو تكرم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. سؤال شوي حد كان يشتري رباعيه. وتركت السعر هيك عاد هو يتكلم. ايوه. لو بذكر انه مزاد ركعه. يقول جيب ركعه رابعه. طيب ان شاء الله تسمع الاجابه. شكرا للاخ الكريم باذن الله تعالى. تفضل تفضل تفضل. امراه لها الدوره وقالت اللي يعمل قندي لها الدوره 6 ايام ولا 3 وتم اداء لها الدم. المراه كانت تحمل تصلي ولا تصلي؟
الباق بالجدار يعني هم يسخنون الدم وبالضبط حدد. والله تسمع ان شاء الله الاجابه، تسمع الاجابه. شكرا لك على الاستديو، ان شاء الله تسمع الاجابه اليوم. شيء اخر تفضلوا بسرعه. تفضل. اخ كريم تفضل. ايوه. الو. معاك تفضل اخ كريم. فضلك اختي نعرف صلاة الضحى هذه شي من بعد تقول عنها ركعتين وش تقول على بعض شي هما يوم صحيحة وضل يوم افضل. السؤال الثاني اختي غطيش غطي يقول لي شنو حد حكم رقاشة ساكن مع امرأة وراضي عن اخلاقها ويعرف عنها برا والدتها وبعض من الاحيان في الثمان بصله شوي. من ينبه عليها لكن قبضها. يا كان يتم ينبهها والله. شكرا لك الاخ الكريم، تسمع ان شاء الله الاجابه. شكرا لك. كان والله يتم ينبهها والله، واضح. سمعنا السؤال المطروح ان شاء الله تسمع عليه الاجابه بحول الله تعالى. مشاهد اخر تفضلوا. تفضلوا الاخ كريم بسرعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رفع الصوت لو تكرم. انا عندي سؤال، والدي ووالدي متالفين وتولد ونحتاج على نفسه عشان هو كان مع متخيل باب اختها بنت عمه وهو يبات يتخيل نفس الحياه من اختها هي. نحتاج على سؤال نعرفه. لو تكرمت اعد العاد في امكانيه انك ترفع صوتك شويه كان يسمعونكم. لا قلت لا. ايوه. من والدي. ايوه. كان من متخيل دائما بنت عمه هو والدي جات متخيل عن اختها هي. ياك نختار نعرف سؤال. والله طيب ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى. شكرا لك الاخ الكريم. نوقف شوي للاتصالات ياك نجاوب بمجموعه الاسئله اللي عندنا. طيب سؤال الاخير من اسئله الكاميرا المتجوله، ذكر على انه يقبض الفضاء ويقبضوها من عنده اشخاص ويقولوا له منين يموت شهر لين ربحوك 100000 نعطوك عليها 3000، هذا جايز والله؟ ما هو جايز. ما هو جايز. طيب الاخ من دوله قطر، ما هو حكم امراه خالعه زوجها بالنفقه؟ هل تسقط نفقه الابناء عنه ام لا؟ اللي خالته به تعود محدد؟ انا كانت وجع نفقة راسها وضع نفقة اولاده وراسها. لكن يعطي عود محدد. محدد بتدخل. وعلى كل حال ما حدد بيدخل الا يحصل. الدراسة كاملة يرش يدخل عود مثل والله ما هو يرش يتدخل العادة. طيب اسئلة المشاهدين اللي كنا نستقبله قبل قليل، الاخ المشاهد ذكر عن في جماعة في جماعة مسجد ما تسوي الصفوف ولا تحترم حتى اثناء الصلاة، برا كانوا يصلي معهم والله ما يصلي معهم. هذا شهر انه حد يشبه له؟ ولا ما تعرف السنه وتعالى. طيب شخص تسوية الصفوف من تمام الصلاة معناها ثلاث ميتان وتجلس مدة تسوي الصفوف. طيب سؤال اخر المشاهد الاخر، اذكر على ان فيه تاجر يبيع مثلا جهاز تليفون ب 10000 يا غير يفوتروا يكتبوا لك في الفاتورة انه باعوا لك ب20، هل يجوز هذا ام هو من باب الغش؟ ماذا يترتب على ذلك؟ الله لعله تعود الفاتورة لا تقدم الجهة والله شيء. هم تعود لا تقدم الجهة تحايل، تحايل معروف حكمه. وبين يعود هو لا يدل لا على رغبته ولا يبيع على الشخص لا هو ولا فيه شيء مغشوش. لان مثلا تقريبا مديون السعر والله زين والله حرف جديد والله كعود من باب الغش. باب الغش. طيب اذكر على انه يعمل انه يؤجر على بعض المعاملات مثلا هو اذكر هو ترانزيت يعيط له تاجر يعود له يوخر له بضاعه ولا شيء يعطيه عليها مبلغ. والله كان هذا قاع الكسبه كانوا طيب كانوا قد يحج منه والله. وعد ذاك اللي حاصل عنده يعطي لا يحج منه. هذه الفرق هذه الفرد من ذاك ما هو يورد فيه لا حاجة يشتري مال اصله وصحته. ما حاجة يشتري ولا حاجة العير ولكن هو ادى الفرد.
وهد الفرد قد يدي فرد من هذا؟ قد يدي فرد من هذا كان لا يقول مولانا. طيب وذاك اللي قال عن قضية ترانزيت كان جائزة ولا ما جائزة ما نعرف أن تصورها ما نعرفها. طيب لهي إن شاء الله تعالى نكتبوا السؤال ونحاول بإذن الله تعالى نجيبوا له جواب شافي بإذن الله تعالى إن شاء الله حكم ترانزيت والله الحلقة الموارية بإذن الله تعالى. طبعا هذه أسئلة كثيرة الواتساب فيه هون مئات الأسئلة الرجاء نحاول إن شاء الله تعالى أن نجاوب على كم كبير من هذه الرسائل اللي تراكمت عندنا شوي. أسئلة بالعودة لأسئلة المشاهدين قبل قليل أذكر على أنه يبيع البضاعة بثمن أعلى من ثمنها العادي كان ذاك جائز ولا ما هو جائز؟ هو دعنا ما لقى وقال عنه وقال ولي محد اللي يسعر يبيع هو فوقها هي وبيع هو فوقها ناكل إسمعت إذا جائز ولا ما هو جائز؟ جائز هذا هو موكل على البيع ما في مصلحات للبيع أشبه أشبه مثلا جائز جائز اللي كنت ماسع عنده يقول عنه بيع هو بشي فوق ياكل يبقى هو ياكل يبقى هو ياكل من إن يعود يبقى هو ذاك يعود ما هو جائز؟ ذاك ما هو جائز يعود ما قبل يعود هو عادي هو العادي مثلا تقريبا وكل على شيء وفعل ما هو أفضل منه. طيب طلبت الزوجة أن يرسلها إلى أهلها فترة الصيف ففعل ولكنه لما طلبها طلبها أن تعود لم تعود ماذا يفعل؟ عنده خيار يصور عليها وضع طلق هو شرط يعد ما فيها حكم هو لا طلب النصيحة الله إذا أقول عنه يصور عليها كان يحتمل أنها ترجع والله أنا كشوية من الطلاق طيب الأخ المشاهد من ساحل العاش ذكر على أنه حذاها بجواره كليان يبيع لحم الخنزير ويطرح عنده مبلغ من الفضة وصاحب المحل يشري ما عنده البضاعة ويتم قبل ما عنده مرصد ينتهي هذا المبلغ نظري كانوا قاعد المعاملة معاه جائزة ولا ما هي جائزة هذا الإنسان اللي يبيع الخنزير هذا هو الفضة من ساعة تحصل السوق تحصل منه قد حد لا يتباع فيها مع أحد يسعى محصلة من الخمر ويسعى من الخنزير بيسوا من مهر البغي من عدلو رأي عدلو عدلو تو الأخ من الكونغو كسبوا حرام وإذا كان يفعل به حرام يقول فضل عدلو الأخ من الكونغو السلام عليكم هل يجوز أكل صيد أهل الكتاب صيد أهل الكتاب هل يجوز أكله هو شنو هو ما يؤكل ولا ما لا يؤكل ما وضح حتى لكن أعتقد أنه لا صيد اصطياد شارحة بدون سلم والله بالكتابي شيء طيب خلق الأخ من ساحل العاش السلام عليكم ورحمة الله خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام وهو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فما سر ستة أيام ما نعرف حال قال لنا قالوا أنه يصور يتنى في الآن تعلم الناس الصباء يصور هو إذا كان يشر وجيشا سر الدواء جاوبوا ان شاء الله من حاولوا من حاولوا ان شاء الله حاولوا باذن الله تعالى ان نجاوبوا في الحلقه المواليه ان شاء الله تعالى اسئله هون اسئله المشاهدين هون اذكر على انهم طلاب علم من صلاه العشاء اذكر على انه درك مع الامام درك الامام راكع وركع معه يا غير سؤال هون كانوا ادرك هذه الركعه ام لا ادركها يا ركعه هو ادركها طبعا ادركها طبعا كونوا ما عرف فيها الشيء اللي حسوا ويسا ولا ما عرض هذا هو يعني ذاك عند الأئمة الأربعة جازيت طيب ما مطالب القراءة طيب هو بعض دركيك الركعة ولا دركيك الركعة الأخ من ساحل العاج الثوب الطاهر هل يمكن غسله مع الثياب الغير طاهرة؟ أريد توضيح ذلك الثياب الطاهرة غير طاهرة فيها ذات النجاسة ولا ما هو فيها ذات إن تعود فيها ذات النجاسة لا يتنجس ذاك الثوب إن تعود ما هو فيها ما هو فيها هو طاهر قاع كان ولا مازال طاهر ما أعتقد إيش يكون ما في ذات النجاسة إذا لا حكم النجاسة الحكم ما ينتقل به إلا عرض قالوا هم المتكلمين طيب الصلاة على سؤال الآخر من ساحل العاج الصلاة على فراش نصفه طاهر ونصفه غير طاهر هل يجوز ذلك؟ لمسؤول عنه من الطهارة ما يمسه أعضاؤه لكن سمعت لكن زر ما ماسه ما غادر في الشيء كانوا يستسلوا طيب الأخ من ساحل العاج أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من فضيلة الشيخ أطال الله بقاه وصالح الدعاء ما حكم السؤال ما حكم من يبيع السكر مع الخميرة ما
ما تسمى عندنا بالفير، وهو يعلم أن مشتريه سيصنع به الخمر، هل يجوز البيع له أم لا؟ وشكرا. الأشياء اللي ملاها دورها الغرض حرام، ما جايز بيعها. ما جايز لبيع له. ما جايز لبيع. طيب الأخ من ساحل العاج، أنا أتعامل تجاريا مع مسيحيين، وكل ما قابلني أحدهم بادرني بالقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأجد حرج في عدم الرد عليه بالمثل، مع العلم بأنهم في منتهى الأخلاق، مما جعلني أطمع في هدايتهم. السؤال، هل يجوز رد السلام لهم؟ قد ما بدأ بالسلام ورد السلام يردوا لهم، ردوا لهم تليفا لقلوبهم واللي لا يحمل الإسلام على ولا مثلا يمثل الإسلام بمذمة ثم هم عيبوا به، يعني ترد لهم السلام. أصلا رد لهم السلام. طيب الأخ هون، سألت الأخوة المشاهدين اللي بيتصلوا قبل قليل، ذكر على أنه متزوج هون في موريتانيا، درا كانوا قد يتزوج في بلاد الغربة بدون علم زوجته. ليش تشغل له بلاد ما شرط عليه؟ حتى شرط عليه أن تعلمه، شرط عليه مثلا وقالت له فإن فعل فأمرها بيدها يعلمه. كان قابله والله ما هي قابله، قال له يعلمه. إياك بعد تصيب هي الراس. قال بعد لا يعود قال له أمرها بيدها، ما قالها له لا سابقة ولا لاحقة، قد يزوج ايش حدا عنه. ويش حدا؟ من يعودك شرط معه؟ شو يعودك شرط معه؟ طيب لا يسمحون لي شوي المشاهدين لا يتابعوا سؤال ورد على المجلس على الفتوى والمظالم، تعميما للفائدة نتابع السؤال والإجابة عليه، ثم نعود بإذن الله تعالى لاستكمال بقية هذه الحلقة. السؤال، من له حساب يحتوي الآن على نصاب وله دخل شهري ينفق من الجميع أثناء السنة، فلما حال الحول وجد فيه النصاب، ما الواجب عليه في ذلك؟ الجواب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمن المعلوم أن يشترط في وجوب الزكاة العينية مرور الحول للحديث لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه مالك في الموطأ. وفيما يتعلق بهذه المسألة، فإنما تحقق مرور الحول عليه وكان يبلغ نصابا تجب فيه الزكاة، وما لا فلا، لأن الذمة كما لا تبرأ إلا بمحقق لا تعمر إلا به تمسكا بالأصل حتى يثبت ناقل عنه، والله الموفق. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. شيخنا يصلي الرباعية ويجلس في الركعة الثالثة وسلم، شنو الطريقة اللي يكمل بها؟ هذا هو سؤال. يحرم قاعد ويوقف ويشوف الركعة اللي مسألته ويسجد بعدي. ويسجد بعدي. طيب نستقبل مجموعة من المشاهدين. تفضلوا الأخ الكريم، تفضل. تفضلوا بسرعة. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل أخ الكريم ارفع الصوت. شنو حكم الرجاج؟ نعم. ايوه تفضل. شنو حكم الرجاج ترك حرم مع الإمام؟ وهو في الركوع لين تليك رد ركع به وارفع عنه، هو شنو حكمه؟ وحرم مع الإمام؟ واش؟ حرم مع الإمام وهو في الركوع. هو الإمام. أيوة. أيوة لين يكرد المأمون ركع به رفع الإمام سابق يكرد المأمون، شنو حكمه؟ طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. شكرا لك الأخ الكريم، تسمع إن شاء الله الإجابة من الله تعالى على سؤالك. الأخ المشاهد ذكر على أن في سيدة الدورة الشهرية متواصلة عليها، ماذا تفعل؟ واصلت عليهم مدة أكثر شوية. ولا هنا تجي ساعدتها وتزيد عليها 3 أيام استظهار. بعد ما هم لا يخطوها لك 15 ليلة ولا تعتبر مستحاضة. لا حكم لما تجدون. طيب مسافر يصلي بالناس الجمعة، هل يجوز ذلك؟ باطل صلاته. من شروط إمام الجمعة أن يكون مقيما. هذا مشهور. هي باطلة. يبقى. طيب مشاهد تفضلوا. يكون إلى عهد الخليفة خليفة المسلمين. أخي مشاهد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. تفضل. حياكم الله يا اخي. حياك، تفضل اخي. تك حد عنده زوجه يتم كل وقت يقول فلانة انها مطلقها وفلانة مطلقها. قلت الفقيه كان ذاك يترتب لي شيء. كان طارق والله ما يقول لي نطلقها في الوقت اللي تبراني نطلقها والله. طيب تسمع ان شاء الله الاجابه. شكرا الاخ الكريم على السؤال. او قبل التميم هم اللي اختصروا هذا الكتاب اللي يعلق كانوا جايز والله. كتاب يعلق تميمه. نعم. واضح، شكرا. تسمع ان شاء الله الاجابه. شكرا لك الاخ الكريم على الاسئله. طيب الشيخ، صلاة الضحى البعض يقول ركعتين وبعض يقول أربع، ما هو الأفضل؟ هي عبادة ما عندها وقت محدود، فاهم؟ ولا يحدد شيء. الصلاة من هنا من هنا، صلاة الليل من هنا من هنا، وصلاة النهار يتعود من هنا ويتعود أربعة. اللي صلى من الصلاة خير له. خير له. خير له. طيب إمام. وش في أشياء لا يدوم عليه؟ طيب إمام مسجد يقول بأنه لا يتبع أي مذهب معين، إنه ما عنده مذهب معين. يقول خلطة نعرفهم. لا حد يصلي على المسلمين في جماعته. طيب مستقبل المشاهد تفضلوا. أخ الكريم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. كان ذلك الصحراء ثلاثة. أيوة. للجماعة يسوي الحكم. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. شكرا لك الأخ الكريم. تسمع إن شاء الله الإجابة. شكرا لك. الأخ المشاهد من ساحل العاي، السلام عليكم. سؤالي، حد يصلي في مسجد ويصلوا فيه النساء معانا ما بين حجاب، والإمام لا يحسن تلاوة القرآن، ما حكم ذلك؟ حد ما يصلي له تلاوة الفاتحة يصلي به ما هي جايزة. ما هي جايزة. عليه عادي الحن فيها لحن بين. ورا الناس يطالع عليه اللكنة. اللكنة ما تخسرش. واللحن هو اللي يخسر. هو اللي يخسر. مشاهد تفضلوا. أخ كريم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخ كريم. وش ماسك يا خير؟ الحمد لله رب العالمين. انا طرحت سؤال ما شاب عليه المغرب تطرح على الفقيه. والله تفضل. بس سؤال الحج، هذا الشخص اللي طاف به على كرسي متحرك. الحج ماله؟ شخص طاف به على كرسي متحرك. اي والله سؤالك هو قدامي، لا ان شاء الله نجاوب عليه. في تقديم وتاخير للاسف، ما هو مقصودي غير بعد سؤالك. دور ان شاء الله تسمع الاجابه دي. الله خير. شكرا على التنبيه. مشاهد اخر تفضلوا. أهلا. تفضل اخ الكريم. تفضل. الاخ الكريم تفضل. امام المسجد. امام المسجد ماله؟ كانت تجوز صلاه هو قاعد معهم تتبين منه. ايوه طيب تسمع ان شاء الله هو اجابه، لكن يعيد الجواب باذن الله تعالى فضيله الشيخ. الشيخ لو تكرمتم، حد ما يتبع مذهب معين كان جايز الصلاه وراه والله. لكن اعرفهم، مثلا هو حد ما قد يصلي ما متبع مذهب. بعطي سوق انا ما متبع. اللي عدل بعد لا فعل احد من المذاهب الاربعه. كون الاعتقاد انه ما متبع احد، ما سعى انه متبع الرسول. الرسول لا قوى عن الناس ولا وصلوا له هو به اللي كان. ملاك ما الرسول ما شفره. الواسطة بينهم لابد العود متبع الواسطة بينهم. كون الصيقول هذا ما خسرش. طيب سؤال لاخر المشاهد اللي ذكرنا به قبل قليل، الحرم المكي فيه طبعا ناس عجزة ناس، طيب في ناس ضعاف. سمعت وقع شنو السر ما يجزيهم على كانهم لا كانوا كانهم الناس اللي طوفوهم كان طواف جازيم هم والله ما هو جازيم. وقال شنو السر في ذاك وكيف تدري يعرف طيب انه ما يجزيهم. طيب والله يتفضل بشيء. قال شنو السر؟ قول عن السر ما نعرفه انا اللي ينجح حدا. طيب لعلنا ان شاء الله نحاول ان نجاوبه في الحلقه المواليه باذن الله تعالى. الحد ما نعرفه.
أنا راجع عن الآن. طيب طيب قد خلاص لا شفت شيء قالوا نكتب نقولوا. الأخ من ساحل العاج، السلام عليكم ورحمة الله. هون في هذا البلد البعض يصافح النساء ويقول إنها بدعة فقط وإنها من باب الضرورة، ما الحكم في ذلك وشكرا. هو من أنا قال قل لهم يغضوا من أبصارهم، وحد قال عن يده جائز لا تمس يد أجنبية لا يد لها كيف تجوارح الحرام معنا معناها حرمتها ما نفع في ايش ولا تعود من باب الضرورة. حد لا ينكتل والله لو عدل الرواية إذا ما سلم على معين يقد يسلم عليه هاك الوقت حط عنه الضرورة يا غرب ما يتم يقول أنا يسلم عليه في الضرورة الضرورة ما يداني. طيب الأخ المشاهد قبل قليل ذكر على أن في شخص طبعا يسكن مع امرأة وأخلاقها طيبة و... لكن لاحظ بأنها ربما تتهاون بالصلاة إذا نبهها تغضب فماذا يفعل؟ هي زوجته لم يفصل لكن ذكر على أنه فقط أنها أخلاقها طيبة وما إلى ذلك شرط يعدل هي تغضب عند التنبيه لا يتكاس معها تنبهها بالشر وصلها ما تفقع قالوا بر والدتك ولا تعقبوك تيزاد نبهه ولا تنبهها بالشر ولا طيب الأخ من جمهورية أنغولا السلام عليكم أنا مسول عن حد يعطي شهرين ما صلى الجمعة في المسجد في المسجد ما حكم ذلك؟ عن تهاون والله عن عجز والله عن شطنة والله عن بعد والله كذا ما بين ما بين السبب والسائد قاس عنه وفي الحديث حد عدد الجمعة تهاونا بهن طبعا الله على قلبي إذا هو هو هون جاوبوا على الحد ما بين حد مثلا ما له عذر حد حد متهاون متهاون أن يطبع الله على قلوبه قال لا ثلاثة مع أنه الشاء وهاي نخرج والعادة عنده عذر بعد أرجع قد ما يصلي جمعة ما يصلي جمعة به العذر قد ما يصل طيب الأخ من ساحل العاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم إمام ما نسمع خطبته هل يجوز لي أن أصلي معه ما يفهم الخطبة اللي عدى خطبة الجمعة لما دم عدى بالعربية شو أنت ما تفهمها أصلي معه تو والجمعة مشروط مشروط خطبته أنا تعود العربية أنت ما تفهم العربية صلي معه ما غادي لك شي فهم تصنته طيب الأخ المشاهد ذكر على أنه دائما في شخص دائما يذكر الطلاق يقول له طلق زوجته ينكفر به ينكفر دائما ينكفر به لا من يعدل ويقع ولا طمعت عدل ما هاتوا من تود لا تنكفرت ما بين هذا التكرار دائما لا إله ينعدل لا ينعدل ينعدل طيب الأخ من ساحل العاج ذكرت أنك الإجابة ما سمعته سؤالك طويل ويحتاج الوقت إياك نفهمه وإن شاء الله تعالى الدور تسمع الإجابة عليه طبعا بداية أنك عندك بنت وساحل العاج وعلينا في محيط كافر وسيء للغاية طيب إن شاء الله أعيدك إن شاء الله بأن نجاوب على سؤالك ده. هو طويل شوي الأخ من هون الكتب اللي تعلق دراك أنا جايزة والله ما يجايزة فيها الله أعلم تنمها إلا عاد هي إلا عاد فيها إلا عاد فيها القرآن والله فيها فيها القرآن فيها القرآن جايزة والله فيها ردعية وفيها ردعية جايزة شو معروف معناها وشو يجري بنفعه المهم معناها باطل ولكن هو قال بول تميمة ما لو قال تميمة هي قال تميمة الكتاب المعلق التميمة بيقوسين تميمة بيقوسين ما بيقوسين الكتاب واحد هو التميمة واحد ايوه طيب هو قال التميمة كتاب المعلق غير قال المعلق قلت لك فيه التميمة بس هي قام من درا كانها منها لك معلقة تميمة وكيلة لها تميمة تنقال لحب السم هذا ليه تشوف شو دارينو دارينو شاشرة والله يديروا ذاك يديروا ذاك والتميمة ذاك والتميمة وكانت الجاهلية تعدلوا ما سعنوا يقي يقي الموتى لك سمعته وسيد الإسلام وخاطهم بذلك قال عنهم علق تميت وكيل إليها حد علق رواية ما هم ما سعنا ترد قدر الله معناها فيها رواية تنبع والله شي نعرف مسمار أحمر يندار في صبع الإكراع يداوي السواري
لاحظ انه الى اجته ما فيش طبعا نستقبل مجموعه المكالمات. تفضلوا اخ كريم بسرعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا تفضل. تحيات للرد الشيخ. حياك الله. انا عندي استشكال الله سؤال في قضيه صلاه الفجر عند الركعه الاخيره طبعا قراءه الفاتحه والصوره التي تليها. عند ذاك اللي قالنا بعد ذيك الصمت ذاك اختار الرد الشيخ يقول ذاك اللي قال في الركعه الاخيره صلاه الفجر ما بعد الصوره بعد ذاك اللي ينقال في الركعة الأخيرة ما بعد السورة ما بعد السورة بعد الفاتحة ما بعد السورة حتى قبل الفاتحة والسورة التي تليها ذاك الصمت ما بعد ذاك اللي ينقال لعلك تقصد في صلاة الصبح صلاة الصبح نعم قنوت والسؤال الثاني حد ربما عند رجاجي والله ربما عند مدة يشتغل معاه ربما عندهش من الله ويتم كل شهر يقبل تقطع منه شيء ولا تقطع منه شهر ولا تقطع منه شيء ترك ذلك ما يخسرش. طيب تسمع ان شاء الله جزاك الله شكرا لك. واضح لك؟ واضح واضح والله. شكرا. مشاهد اخر تفضلوا. واضح مشاهد اخر تفضلوا. تفضل اخ كريم. يقيم ليلته؟ حد يختار يا يصعد الدور عجيب شيء يظهر ليش؟ ايه حد لا يختار يعدل العباده في الليل شنو هي افضل العباده؟ هي افضل عباده في اخر الليل. والله ان شاء الله شكرا على السؤال المهم، اسمع ان شاء الله الاجابه باذن الله تعالى. الاخ من الكونغو، السلام عليكم ورحمه الله، ما حكمه؟ من جهر في صلاته في محل سر حكم ذاك شنو؟ يسجد بعدي يسجد بعديا. طيب الاخ اسئله المشاهدين داخل البلد، صام ذكر انه صام رمضان ولم يستطع ان طبعا انه يكمل به شده الحر والتعب، ما الحكم؟ من نوع العاجز عن الاكل يفطر يعني عقب يقضي في وقته وخرته بعيدة من ايام اخر. طيب والساعي عزيز الصلاة أنا مسويها أنا وبعد عزيز أنا عاد شوف لي. طيب الأخ المشاهد من الكونغو، ما حكم تاجر يسرق على الزبناء؟ هل يجوز العمل معه أم لا؟ العمل في سرقة؟ وقال إن في تاجر يسرق على الزبناء ومن يجوا كان جايز الحد يشتغل معاه ولا ما يشتغل؟ حد يشتغل معاه ولا يسرقته؟ حد يسرقته وما يسوي والبطرون. ينهي عن السرقه كاع. بعد يشتغل معاه ذاك يسرق على الزبون الاخوان. طيب الاخ من ساحل العسل، السلام عليكم ورحمه الله. سؤالي كم ينبغي ان يكون المبلغ الذي تبلغ منه الزكاه من الفرنك الافريقي؟ طبعا هذا ما نقدر نطرحه للشيخ اللي قد يقعد معه مستحضر اجابته ورك. ما نعرف لاني شي سيد المختار. هو اللي كان اصلا يحدد ذاك. طيب ان شاء الله نحاول نجاوبه باذن الله تعالى في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى. طيب ذكر القنوت اللي قال هو ما اللي قال عقب السوره في صلاه الصبح. لكن اقول انا ان قال القنوت وانا ما قد نعرض له اركات ثم يقول يا مولانا اغفر لي يا مولانا اغفر لي يا مولانا اغفر لي يا مولانا اغفر لي يا مولانا المغفره ثم مولانا ياك اللي يبغي حوايجته عادي قد يقولها بالعربيه يقولها ولا ما يقولها بالحسانيه والله اللي عرفته. القنوت طيب. تصدق على كل دعاء. طيب الاخ من جمهوريه الكونغو، السلام عليكم ورحمه الله. سؤال الفقيه، احنا نتعامل مع الشرائك شركات المشروبات ويرتدوا لهم البوش باش كان فيهم شي فاضي ودوك يبيعوهم للناس يستعملوهم الخمور وذاك من كان جايز لهم يتم يعدلوا ولا ما يعدلوا؟ ما يبيعوهم لو كنت يستعملوا الخمور ما هي يلا ما يبيعوهم لو كنت يستعملوا الخمور ما يبيعوهم لهم لا فهمت ويوك الاخرين اللي بيعوا ياك ردوا لهم باش هم قاصلين لهم هم اللي عاطينهم وجايبين لهم. السلام عليكم ورحمه الله. الاخ من جمهوريه الكونغو، تكرار الاذان في يوم الجمعه هل يجوز ثلاث مرات؟ ما نعرف الاخضر معناها فقام المؤذنون اللي قال تدري ساي
والمؤذن والشيخ الحديد قالوا سمعهم كلنا على أذان ذاك المغرب. هذا جائز طبعا. أفضل ما هي أفضل العبادة ليلا؟ حد لا يقيم لا يختار يصلي في الليل والله عنده شنو العبادة شنو أفضلها؟ الصلاة بالقرآن. الصلاة بالقرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي اختار النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعدله. غالب صنيك القرآن ما لا بد أن أجعل القرآن كامل إذا على الصلاة واحدة يقوم بها الليل كامل تم يعرضها يوم الفاتحة ولا قيام الليل تم يكرر ذلك الصورة يكرر ذلك الصورة. طيب تداركنا الوقت في الكثير من الرسائل للأسف جاية من الخارج أجبنا على طبعا الكثير منها وبقهون الشيء إن شاء الله تعالى نحاول نجاوب عليه بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة بإذن الله. في نهاية هذه الحلقة أشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الفقيه الشيخ باهو الحسين عضو مجلس الأعلى للفتوى والمظالم. وإن كان هناك بقية من الوقت فنحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. طيب الأخ من الكونغو السلام عليكم ورحمة الله. طلب صالح الدعاء من فضيلة الشيخ حد دائما يبول ويتبول ويتوضأ ويحرم للصلاة يتم لين يعتقد أنه انتقض وضوءه والله شيء شنو حكمه؟ داخل وسواس حد يتلاها عنه بهدي هو يبني عوري قاعدين ما تنقض الوضوء حسب حق الوسواس. طيب السلام عليكم الأخ من ساحل العاج هل تجوز الصلاة للأسف ما قدرت نقرأ هذا اللي كاتب معذرة الأخ الكريم إن شاء الله نحاول نقرأه إن شاء الله. هل الأخ المشاهد ذكر عليه أنه عنده عم توفي ذاك العم ذاك وكان يشتغل في شركة وعاد تعطيه مبلغ شهري عقب وفاته تعطيه هو طبعا ما عنده ذرية وإذا العم اللي هو عنده أخو بذريته غير تنازلوا عن ذاك المبلغ اللي تعطيك الشركة ندرى شالتهم هم يعدلون ما نعرف ما نعرف وإنتم ما تعتملك باللي خربت بالموت عاد شن حقوق المتبقية ما أعرف عنه ورثته تنازل الوارث يعطيه لحد أخر وشالته يعدلوا يعطيه لحد أخر يتنازل عنه هو له جبرا عنه من يقول عنه قابل غير هو ابناء عنده اخو ابناءه قالوا انهم متنازلين على ذاك المبلغ متنازلين معه هو عدلهم لين يموت هو له هو لا الوقت اللي مات يعدلهم ولم يصدقوا فالله يعطوه لحد والله عدلوا به الوالد ما هو ما قدرت ناس عنه به اللي ملك جبري ملك جبري يلا انتم لا يصرفوا بيناتهم الله يعطوه الحد هم يعرفوا مثلا ذكر منهم وليهم هم اولادكم ذكر منهم يالتهم أفضل بعد اللي شاطان من عدو مسلمين طبعا هم مسلمين الله يكتب يدبروه والله يصدقوه والله يصدقوه وملكهم جبران ملكهم طبعا. الأخ من ساحل العاج السلام عليكم ورحمة الله هل يجوز لأحد أن يعمل مع أحد يمس النساء ويضحك معاهم ومع هذا كله يقول لك يقول حد يشتغل معاه يقول له يتم يضحك مع النساء ويسلم عليهم لأن ذاك يرغبهم في شرب من عنده بركان ما يسأل لا معصية لا طاعة المخلوق هي معصية الخالق سؤالي قاعد برتي ولا صعب طيب الأخ من جمهورية قطر من دولة قطر آسف حد ناذر ركعتين بعد الفريضة وفيه مرة كان لا يجمع بين الظهر والعصر هل يصلي الركعتين بينهم والله ما يصلي الركعتين بينهم ما أدري شو نصوص فيها غير لا يصلي للنذر من معين وقت ينقضى مثلا النذر ما هو معين وقت ينقضى مثلا كما يمكن له في ذاك الوقت يقول الأخ الفريضة يقضي. طيب الأخ من دولة قطر أيضا السلام عليكم ورحمة الله السؤال أطلب من الشيخ أن يتحدث عن التعدد الذي هو أمر شرعه الله في محكم كتابه لكن المجتمع الموريتاني يرفضه طبعا إن شاء الله نحاول أن نتحدث عن الموضوع في بداية حلقة بإذن الله تعالى قادمة. الأخ من ساحل العاج هل يجوز الأكل مع مسيحي؟ هل يجوز الأكل مع مسيحي؟ أن يشترك المسلم مع المسيحي؟ في آن واحدة قصاد صفحة واحدة لا أولا ما أكل شنه جائز أكله جائز أكله أعتقد أنه جائز أكله بيلي هو مسلم ما ولا يأكل يكون شيء زي ما نعرف ما تخصرش. ساحل العاج الأخ يقول هل تجوز صلاة الرجال مع النساء في مسجد واحد
هو من يعدوها ما فيه جائزة السماء. جائزة. جائزة السماء. طيب الأخ من أنغولا سؤالك طويل للأسف، نحاول إن شاء الله نجاوب عليه بإذن الله تعالى. هل تجوز الأخ من ساحل العاج، هل تجوز صلاة الجمعة مع إمام ليس من البلد، علما أن الإمام موجود وهو الذي قدم للصلاة بالجماعة ومقيم 3 أيام؟ سؤال واضح لكم والله؟ كان المسافر اللي قام 3 أيام كان يقدر يصلي. أيوة كان يقدر يعني. يقدر يصلي. يقدر يصلي. قال مالك لأمه وغيره أحب إلي. طيب تداركنا الوقت شيخنا الكريم. في نهاية هذه الحلقة أشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الفقيه الشيخ باهو الحسين عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة من هذا البرنامج، هذه تحياتي وتحيات المخرج دحول الشيخ. السلام عليكم.